العلم. الموز غذاء صحي كامل لجميع الأشخاص، نسبة الدهون فيه قليلة، وهو مصدر رئيسي للطاقة لما يحتويه من الكربوهيدرات. ينشط الموز حركة ووظائف الدماغ بسبب وفرة الفوسفور الذي فيه، وهو ضروري للذاكرة والحفظ. كما يزود الجسم ببعض الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، وكذلك الفيتامينات ومنها A و E. يعد الموز مصدرا غنيا بالبوتاسيوم الضروري جدا لصحة الأعصاب ووظائف العضلات، فضلا عن الحفاظ على التوازن الصحي للسوائل في الجسم. يساعد البوتاسيوم الموجود في الموز على منع تقلصات العضلات، كما أن الموز غني بفيتامين سي، والذي يعزز الجهاز المناعي فيحمي الجسم من الأمراض قدر المستطاع، وينمي صحة الخلايا، ويحسن من امتصاص المواد المغذية الأخرى كالحديد. كما أنه غني بفيتامين B6، وهو البيرودوكسين الذي يعمل على نمو خلايا جديدة في الجسم، وهو مصدر غني بالمنغنيز الضروري لصحة العظام والتمثيل الغذائي في الجسم، وهو مصدر جيد للألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وأيضا على الجهاز الهضمي والحفاظ عليه من الاضطرابات الهضمية التي قد تحدث به. كثيرا ما يستخدم الموز وهو مهروس كمقدمة للأطعمة الصلبة للأطفال الرضع. الطلح والهدي النبوي. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سقى طلحة أو سدرة فكأنما سقى مؤمنا من ظمأ.